بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وآله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات نعرض فيها كتاب تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران للشيخ القاضي أحمد بن حجر آل بوطامي. كنا تناولنا في الحلقة السابقة أربعة نقاط. الأولى هي توحيد الربوبية، والثانية هل توحيد الربوبية يدخل الإنسان الإسلام؟ ثم تحدثنا عن توحيد الألوهية، ثم تحدثنا عن الطاغوت تعريفه ووجوب الكفر به، وقلنا اختصارا بأن توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة. فما هي العبادة وما شموليتها وما سبب حدوث الشرك في العبادة؟ هذا ما سنتعرض له في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل. أولا، تفسير العبادة. يقول القاضي رحمه الله: العبادة في اللغة معناها التذلل والخضوع، يقال طريق معبد أي مزلل، وفي الشرع طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وهنا فرق بين الأعمال والأفعال، فالأعمال أعمال القلوب، والأفعال أفعال باقي الأركان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن فسر العبادة بالتذلل ما نصه: لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب معا. قال: ومن خضع لإنسان مثلا مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله، بل يجب أن يكون الله عز وجل أحب إلى العبد من كل شيء، وأن الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله. وما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، وما عظم لغير الله فتعظيمه باطل. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وما أعظم هذه الآية. يقول القاضي رحمه الله: فعلى المسلم أن يفرد ربه بجميع أنواع العبادات مخلصا لله فيها، وأن يأتي بها على الوجه الذي سنه رسول الله قولا أو عملا. شمولية العبادة، وهي نقطة مهمة حتى لا يظن ظان أن العبادة هي فقط أركان الإسلام الخمس. إن أركان الإسلام الخمس هي العبادات التي لا يصح الإسلام إلا من خلالها، وهي مبتدأة ومقدمة ومعظمة في الإسلام، لكن ليست هي كل العبادات التي جاءت في الإسلام. إنما جاء الإسلام ليجعل حياة الإنسان كلها عبادة، ومماته أيضا يكون في العبادة. لذلك يقول: واعلم أن العبادة تشمل الصلاة والطواف والصوم والنذر والاعتكاف إلى آخره. يقول: فمن صرف شيئا منها لغير الله تعالى يكون مشركا، لقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح
يصيح الكافرون. لكن علينا أيها الإخوة أن ننتبه لأمر هام، أن العبادة هي ما شرعها الله عز وجل في القرآن الكريم، أو شرعها النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة الصحيحة القولية أو العملية. وكما قال الفقهاء، الأصل في العبادة التوقف، أي لا أدعي أن هذا الفعل عبادة أو أن أفعل شيء على أنه عبادة حتى أتأكد أنه عبادة شرعت في القرآن الكريم أو السنة المطهرة. أيضا قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فأحدا جاءت نكرة في سياق النهي تعم كل مخلوق، رسولا كان أو ملكا أو صالحا أو أميرا أو غيره. أما عن أول حدوث الشرك، يقول القاضي رحمه الله: إذا ثبت ذلك عندك، أي معنى العبادة وشموليتها، يقول: فاعلم أن أول ما حدث الشرك في قوم نوح عليه السلام، ولما أرسل الله إليهم نوحا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، عاندوا وأصروا على شركهم، وقابلوا نوحا بالكفر والتكذيب، وقالوا كما في القرآن الكريم: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، أي تماثيلا وصورا، على صور أولئك الصالحين، وسموها بأسمائهم ففعلوا، ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوها. إذن فسبب الشرك هو الغلو في الصالحين. ومن هنا يقول القاضي: ومن هنا نعلم أن الشرك إنما حدث في بني آدم، معذرة، أن الشرك إنما حدوث في بني آدم بسبب الغلو في الصالحين. ومعنى الغلو هو الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد. ولهذا قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أي لا تفرطوا في تعظيمه حتى ترفعوه عن منزلته التي أنزله الله، فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. ولهذا ورد الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تتجاوزوا الحد في مدحي، فتنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله بها، كما غلت النصارى في عيسى فادعوا فيه الألوهية. لكن يقول القاضي رحمه الله: لكن أبى الجاهلون والمخرفون إلا مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وارتكاب نهيه، فناقضوه أعظم مناقضة، وضاهأوا النصارى في غلوهم وشركهم، وبنوا القباب والمساجد على أضرحة الأولياء والصالحين وصلوا فيها وإن كان لله، لكن بقصد التعظيم للمقبورين، وطافوا بقبورهم واستغاثوا بهم في كشف الملمات وقضاء الحاجات، ورأوا أن الصلاة في أضرحة الأولياء أفضل من الصلاة في المسجد. ثم إنه هناك حديث صريح فيه النهي عن بناء المساجد على الأضرحة والقبور،
وهو عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اختم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على هذا الفعل بعينه، وهو اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، أي كنائس وبيع يتعبدون ويسجدون فيها لله. وإن لم يسموها مساجد، فإن الاعتبار بالمعنى لا بالاسم، فإنها هي المساجد الملعون من ينابها على من يبنيها على قبورهم، وإن لم يسمها من بناها مساجد. وفيه رد على من أجاز البناء على قبور العلماء والصالحين تمييزا لهم عن غيرهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من بنى المساجد على قبور الأنبياء، فكيف بمن بناها على قبور غيرهم؟ ثم يقول القاضي رحمه الله: وجرى منهم الغلو في الشعر والنثر ما يطول عده، حتى جوزوا الاستغاثة بالرسول وسائر الصالحين في كل ما يستغاث فيه بالله، ونسبوا إليه علم الغيب، حتى قال بعض الغلاة: لم يفارق الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا حتى علم ما كان وما يكون، وخالفوا صريح القرآن، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، إلى آخره من الآيات. ثم يقول القاضي رحمه الله: وإذا علمتم أن الشرك حدث بسبب الغلو في الصالحين، وأنه إنما جاءت الرسل من أولهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله بالعبادة، لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه، إذ هم مقرون بذلك كما قررناه وكررناه. ولذا قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده وندر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. والعياذ بالله، أي أنهم قالوا: أجئتنا لنفرده عز وجل بالعبادة ونخصه بها من دون آلهتنا، وهم ينكرون على الأنبياء ذلك. فأنواع العبادة وأدلتها. لكن هنا وقفة سريعة، لماذا الجاحدون والمشركون يرفضون توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة؟ لماذا هذا الإصرار على آلهتهم؟ في الحقيقة أن هناك أسباب قديمة حديثة، قديمة في الوجود وحديثة مجددة وموجودة في زمننا هذا، لكن بصورة مختلفة بعض الشيء، لكن في الأصل هي هذه الأسباب. منها أسباب سياسية وأسباب اجتماعية وأسباب اقتصادية وغيرها من الأسباب التي عدها الشيخ محمد قطب في كتابه من الجاهلية إلى الإسلام. منها على سبيل المثال أن الإسلام لا يدعهم يتركون عبادة الأصنام فقط، بل يسوي بين العبد والحر في العبادة لمعبود واحد، وهذه تحدث فارق اجتماعي مختلف عما كانوا يعيشوه. فمثلا يقول الجاحد فيهم: أيتساوى أمية بن خلف ببلال الحبشي؟ فكانت هذه النظرة الاجتماعية من إحدى الأسباب القوية لرفض الإسلام. أيضا الزعامة الدينية التي كانت موجودة في مكة هي زعامة سياسية تجعلهم يأبوا أن يدخلوا في الإسلام ويتساووا مع باقي العرب. أيضا أعطي مثالا واحدا على من الأسباب الاقتصادية، أن عمرو بن لحي الملعون عليه لعنة الله لما جاء بالأصنام إلى مكة نادى في العرب وقال أنهم لا يجوز لهم أن يتخذوا أصناما إلا من حجارة مكة، لأنها كما في زعمه حجارة مباركة. فعمد تجار قريش إلى نحت الأصنام وبيعها. فإذا جاء الإسلام كدس هذه التجارة وقضى عليها.
وغيرها الكثير في تجدوه موجودا في الكتاب. أيضا هذه الأسباب حديثة، فمثلا لماذا يرفض البعض الإسلام أو تطبيق الإسلام؟ هو يرضى بالإسلام اسما لكن لا يرضى به حقيقة. لماذا؟ لأنه إذا جاء الإسلام سيسوي بين الحاكم والمحكوم، ويجعل الحاكم على طاولة القضاء، يسأل من أين لك هذا؟ من أين جئت؟ لذلك لا يرضى أبدا بأن تكون كلمة الإسلام هي العليا، لأنها ستجعله تحت مقصلة العدالة الإلهية التي يرفضها ويتهرب منها، لأنها تخالف أهدافه الشخصية والغير شخصية. فتجد الملأ قديما وحديثا، الملأ اللي هم سادة الأقوام هم أكثر الناس رفضا للإسلام وللتوحيد. كما قلنا أنهم من السهل أن يعطوا الاسم، لكن الحقيقة، حقيقة المعنى لا يعطوها أبدا. يقول القاضي رحمه الله: أنواع العبادة وأدلتها. واعلموا أن من أنواع العبادة كما سبق الركوع والسجود إلى غيره، وهنا يدلل بالأدلة على إفراد الركوع والسجود لله عز وجل، ثم يأتي بدليل على أن الصلاة والذبح هما لله عز وجل، ولا يجوز إسرافهما لغيره، فيستشهد بقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذه الآية العظيمة تحث الإنسان على أن يجعل كافة عبادته ومحياه كله لله عز وجل. كيف يكون المحيا كله لله؟ بالنية. إذا نويت في كل فعل عملا صالحا تكون الحياة كلها في الله، لله عز وجل وفي ذات الله. والممات هو الموت، موت كبرى وموت صغرى. الموت الأكبر، الموت الأصغر وهو النوم. إذا جعلت قبله نية صالحة يكون نومك لله عز وجل. أما الممات فأن تعمد أن تعمل عملا صالحا تعيش عليه، وأن يكون في حياتك مشروعا يوصلك إلى الجنة، حتى إذا مت ولم تصل إليه يكتب لك الأجر بإذن الله عز وجل. ثم يقول أيضا عن الذبح: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد من الرحمة، أي أنه لا ينظر لغير الله ولا يطوف بغير البيت العتيق، فلا يجوز النذر للأولياء ولا للصالحين ولا الطواف بقبورهم كما يفعل الجاهلون بقبور الجيلان والحسين وغيرها. ويقول: كما لا يجوز النذر لقبور الأولياء والصالحين، فكذا لا يجوز الوقوف ببيوت وعقار على قبورهم، فمن نظر لغير الله فلا يجب عليه الوفاء به شرعا، بل يستغفر الله ويتوب إليه ويأتي بالشهادتين، لأنه مرتد إن علم أن النظر لغير الله شرك وفعله يكون مرتدا. إذا أراد التوبة منه عليه أن يستغفر ويأتي بالشهادتين. ومن وقف عقارا، أي جعله وقف على قبر ولي أو حيوانا، فوقفه باطل، أو أوصى به فلا تنفذ وصيته. ويقول: إن النذر لله، من إذا قال بعضهم إن النذر لله والثواب للولي فهذا كلام باطل، فأي شيء أدخل الولي هنا؟ إذا كان قصده الصدقة فليتصدق على الفقراء أو عن نفسه أو عن أبويه أو أقاربه، وما يدريه بأن صاحب هذا القبر ولي. والأمور بخواتيمها، فقد يكون ظاهره صديقا وباطنه زنديقا. ويظهر كذبهم وضلالهم أنهم يأخذون الأغنام ويذبحونها عند القبر، فإذا أنكرت عليهم قالوا: الذبح لله والثواب للولي. وليس القصد من هذا إلا التلبيس وقلب الحقائق، وهم لا يقصدون إلا الولي، على أن العلماء قد صرحوا أن لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. للحديث عن ثابت بن الضحاك قال: نظر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيه وثنا من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ثم يستشهد بأدلة على أن الحلف لا يكون لله، فيقول: ومن حلف بغير الله فقد أشرك، قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو في الرواية: فقد كفر. من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. ودليل الاستغاثة: إياك نعبد وإياك نستعين. ودليل الخوف: الخوف هنا هناك خوف مرضي وخوف طبيعي، وخوف يصحب الإنسان إلى الإتيان بالشرك والمعصية. فالخوف المرضي أو الخوف الطبيعي الموجود في الإنسان أمور بديهية، أمور فطرية، لكن الخوف المقصود هنا الخوف الذي يحمل الإنسان على الرضا بفعل الظلم أو فعل الكفر. فالخوف الذي يجعلك ترضى بفعل الظلم لا يكون لك عذر به، والذي يحمل الإنسان على الرضا بفعل الكفر ليس به عذر ويكون كافرا. وقال: دليل التوكل على الله فتوكلوا، وهو دليل الرهبة، ثم دليل الاستغاثة. ثم يقول القاضي رحمه الله: وهذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم كما ترى، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك. فيقول: هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم كما ترى، أي لا تدعو يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام. فإذا فعلت فدعوتها من دون الله فإنك إذن من الظالمين، أي المشركين بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك ومن كبائر الذنوب. قيل: ومن صغائرها أيضا. وإنما هذا تعليم للأمة. ثم يقول: والمستغيث بالرسول إنما ينادي ويدعو غير الله، كأن يستغيث قائلا: يا رسول الله أنقذني من هذه الشدة، أو يا عبد القادر، أو يا دسوقي، أو يا رفاعي، أو يا بدوي. لا ريب أن المستغيث بغير الله داخل في هذه الآية وأمثالها. وكيف يستغيث العاقل المؤمن بغير الله وهو يقرأ هذه الآية أو يسمعها؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، قال تعالى: أإله مع الله، بالاستفهام الإنكاري، أي ليس إله مع الله يجيب المضطر ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن مسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. في الختام أيها الأحبة، أحب أن أؤكد أن هذه العقيدة إذا نشرت بين الناس وعلمها الكبير والصغير فهي بداية صحوة للأصالة الإسلامية. فاعمل أنت على إحداث هذه اليقظة بنشر هذه الفيديوهات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه لمن هو أفقه منه. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم الدين. وقال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وأي بر وأي تقوى أعظم من نشر صحيح الإسلام ونشر العقيدة الصحيحة والدعوة إلى الله عز وجل وإلى معرفة الله وتقواه. هذه الدعوة التي بذل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والصحابة والتابعين من بعدهم، فكن أنت جندا منهم واعمل على نشر صحيح الدين. قلبي يملأ صدر الجراح ذكر مولاي.